مرحبا، اليوم نحن نشتغل سوا شال على طريقة فقاعات كتير حلو، يلي الفقاعات اللي بتشبه غرزة البوشار. تمام، رح استخدم أنا هون خيط أليزا 100% أرليك، رح استخدم معاه إبرة مقاس 4. فيكن أنتوا تكبروا الإبرة مثل ما بدكم، كل واحد مثل ما بيحب. رح أعمل أنا الشال مقاسه تقريبا يكون عرضه 16، لأنه لو زدته غرزة البف شوية تقيلة ممكن الشال يصير كتير تقيل، ف16 كتير مقبول وحلو. رح نشتغل غرزة من مشتقات الأربعة، يعني كل ما أعمل حأحسب كل غرزة 4، 1 2 3 4. تمام، برجع 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. قد ما بدي أنا عرض بطلع 4 4 4، نغرز مضاعفات الأربعة. هلأ بطلع زيادة 1 2 3 4 5. تمام، يعني قد ما عملت أنا غرز 4 4 4 4 بس انتهي على المقاس اللي بدي إياه، بدي زيد 5 غرز زيادة. هلأ لحلف الخيط وأترك غرزة 2 وروح للغرزة الثالثة وأعمل نص عمود اللي هو بطلع وبطلع من القطب كلها. برجع بلف الخيط بالغرزة اللي جنبها نص عمود وبطلع من الغرز كلها. برجع بلف الخيط وبطلع من الغرز كلها. رح نضل ماشي هيك للنهاية غرزة غرزة. تمام، خلصت أنا، طلع عندي 19 عمود. تمام، رح نطلع بالسلسلة ونلف الشغل. هلا أول غرزة رح أعملها غرزة نص عمود، تاني غرزة غرزة نص عمود، تالت غرزة غرزة نص عمود، رابع غرزة رح نبدأ نعمل غرزة الباف. بطلع من 2 وبترك 2 على السنارة، برجع بطلع من 2 وبترك 2 على السنارة، برجع فوت بنفس المحل، بدي فوت 5 مرات، بطلع من 2 وبترك الغرز على السنارة، برجع بطلع من 2 وبترك الغرز. صار هو 1 2 3 4 5، بقي لي وحدة، 5 للباف والغرزة الخامسة اللي أنا بطلع فيها أوريدي. تمام، صاروا 1 2 3 4 5 6، بطلع من العواميد كلها. بروح بلف الخيط على الغرزة اللي جنبها وبعمل نص عمود. صارت عندي بهي الطريقة. تمام، هلا حرجع كمان غرزة تانية نص عمود والغرزة الثالثة نص عمود. بالغرزة الرابعة رح كرر نفس اللي عملته بالغرزة الرابعة اللي قبل، بلف الخيط بدخل بطلع من 2، برجع بلف الخيط بدخل بنفس المكان وبطلع من 2، بنرجع نلف الخيط ونطلع من 2، برجع بلف الخيط وبطلع من 2، لحد ما يصير عندي 5 غرز مع الرئيسية 6. أنا هلأ عندي 1 2 3 4 5، يعني بقي لي غرزة، بلف الخيط وبطلع من 2، صاروا 1 2 3 4 5 6، بلف الخيط بلف الخيط وبطلع من الكل، برجع بلف الخيط وبعمل غرزة، بلف الخيط كمان نص عمود جنبها وبلف الخيط نص عمود. هلأ صاروا 3 3، بدنا نعمل غرزة باف تالتي. تمام، نعمل معكم كمان وحدة، بلف الخيط وبطلع من 2، بلف الخيط وبفوت نفس الغرزة وبطلع من 2، بلف الخيط نفس الغرزة بطلع من 2، نفس الطريقة ونفس الغرزة. حاشتغل بنفس الغرف زي اللي يصير عندي 6 غرز على السنارة، كل شوي نعد عشان ما نلخبط، 1 2 3 4 5 6، بلف الخيط وبطلع منهم كلهم. برجع بعمل عمود، يعني كل 3 نص عمود بدي أنا أعمل غرزة باف. هيدا أول عمود،
وهي تاني عمود وهي تالت عمود، بيصير شكلها بهي الطريقة. رح أعمل أنا كذا دور لفرجيكم كيف بيصير بعدين شكل الغرزة. تمام، خلصت الدور. بتلاحظوا حيبقى هون عندي ثلاثة غرز نص عمود، بالنهاية ثلاثة غرز نص عمود. هلا بدنا نطلع للدور للي بعده. مثل أي غرزة هنطلع بسلسلة وبلف الخيط. الدور هيدا رح نعمله كله نص عمود، تمام، ما في غرز بف. بلف الخيط وبدخل وبطلع بغرزة عمود. لازم يكون عندي 19 عمود مثل اللي قبل، هيدا العمودين. جينا لغرزة البف، شوفوا هون في غرزة هون بدي اخدها، بلف الخيط وبفوت على الغرزة اللي هون وباخدها، برجع بلف الخيط في الغرزتين اللي هون شايفينهم، رح لف الخيط واخدهم. يعني بغرزة البف بدي اطلع باثنين عمود. تمام، نعيد كمل لتشوفوا كيف. الغرزة اللي بعدها بطلع عادي بنص عمود، والغرزة اللي بعدها بنص عمود. وصلت هلأ لغرزة الباف، شوفوا هون في غرزة، بلف الخيط وبدخل هون بالزاوية وبطلع بنص عمود، برجع بجي عند القطب اللي هون شايفينه، بلف الخيط كمان باخد نص عمود. كل غرزة باف بدي اطلع فيها باثنين نص عمود، برجع بكمل نص عمود بالفراغ الغرزة اللي بعدها ونص عمود بالغرزة اللي بعدها. نرجع لغرزة الباف، هون الرمادي شوفوا واضح اكتر، رح فوت هوني بالزاوية واعمل غرزة نص عمود وارجع اخد الغرزتين اللي هون شايفينهم شو واضحين، وباخد نص عمود. نرجع على الغرز اللي بعدها نص عمود طبيعي. هيك رح يكون الدور اللي بعد غرز البف. اوكي، رح اوصل للنهاية وارجع لكم. خلصت الدور، هلا بنطلع بغرزة وبلفهم. نرجع بنعمل اول غرزة بطلع نص عمود، تاني غرزة نص عمود، تالت غرزة نص عمود، وبالغرزة الرابعة رح كرر غرزة البف. بطلع من اثنين وبرجع بلف الخيط وبدخل بنفس المكان، بطلع من اثنين بلف الخيط وبدخل بنفس الغرزة، وبطلع من اثنين برجع بلف الخيط وبطلع من اثنين، برجع بلف الخيط وبطلع من اثنين، لحد ما يصير ما عندي على السنارة ست غرز. بلف الخيط وبطلع منهم كلهم، بلف الخيط وبعمل عمود نص عمود سوري، واحد لف الخيط، اثنين، ثلاثة. هلا بدي كرر نفس غرزة الباف، شوف كيف بيطلع الشكل، كل غرزة فوق غرزة. تمام، رح اوصل حد معين فرجيكم كيف رح يصير. شوفوا وصلت لهالدور، شوفوا ما احلاه. تأكدي انه الباف كله يكون فوق بعضه، تمام، والمسافة هون تكون نفس المسافة هاي. شفتوا ما احلاها؟ وهذا اللون ملون عندي الخيط، بيعطيكي الوان مموجة، شوي رصاصي شوي بنفسجي شوي زهر شوي ابيض، فطالع حلو مع القطبة. رح كمل الشيل للنهاية ونشوف لوين رح اوصل. وهيك صار بعد ما خلصته، ملي طول تقريبا متر وشوي. الغرزة كتير حلوة ومرتبة، وصار الشيل شكله كتير مهضوم. رح اعمل له طربوش، رح نشتغل هالسبب بنفس الطريقة، يصير تائم شيل وطربوش. ويعطيكم العافية على المتابعة، وما تنسوني من الشير واللايك والسبسكرايب، والله معكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك، بتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.